بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الإسلام أباح الحجامة بل أمر بها. يؤكد عدد من الأطباء أن الحجامة يمكن أن تقي من مرض السرطان المخيف وبعض حالات الشلل والروماتيزيوم والربو والشقيقة. قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة كطريقة في العلاج، مع العلم أن نهى عن علاج الخمر، بعد قال أنها داء وليست بدواء. وقد ثبت بالفعل صدق هذا التشريع الإسلامي، وهذا يدل على أن النبي الكريم من عند الله، والله أعلم.